عايز تسدها الفترة الجاية في عدد من اللاعبين، وده بيتم طبعا من خلال النادي الأهلي في كل الفترات وفي كل المراحل السنية. طيب نروح كمان بقى لحاجة يعني ليها فرحة مختلفة. فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال امبارح عمل مباراة كبيرة جدا على نادي الزمالك في دوري الكرة الطائرة. قبل المباراة البعض كان مستغرب ازاي الزمالك متصدر والأهلي في الكرة الطائرة خلال السنوات العشر الأخيرة عامل نتائج طيبة، لكن طبعا مباراة الأمس فزت بيها وعندك مباراة مؤجلة تفوز بيها تبقى انت متصدر دوري الكرة الطائرة، وده الطبيعي بالنسبة لفريق الطائرة. قدامنا طبعا في الصورة الكابتن محمد مصلح ميدو في فرحة مع لاعبي او مع احد لاعبي النادي الأهلي، ومكتوب على الصورة روح الفانيلا الحمراء شيء لا نفقده أبدا. طبعا أحمد صلاح أحد نجوم الكرة الطائرة في النادي الأهلي من اللعيبة المميزة جدا، سواء أحمد صلاح سواء محمد عادل، أنا مش عايز أقول طبعا ممكن أنسى أسامي، لكن كل اللعيبة على مستوى يليق كبير جدا في فريق الكرة الطائرة، ومن خلال طبعا الكابتن محمد مصلحي ميدو والكابتن أحمد تايجر، طبعا تامر تايجر مدرب الفريق، عاملين إنجازات رائعة جدا في لعبة الكرة الطائرة، وامبارح فازوا على نادي الزمالك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وخلاص على أعتاب تصدر دوري الكرة الطائرة، وبإذن الله إن شاء الله مع الدور الثاني يكون في فارق شاسع من النقاط عشان دور الطائرة عارف مكانه موجود في قلعة ودولاب البطولات في النادي الأهلي. ده كان الجزء المهم المتعلق بالترند النادي الأهلي أو ترند الأهلي المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل وكواليس ولكن في الفقرات